جاني كادو في عيد ميلادي، كادو ثمين وغالي برشا، باش نوريهولك، والكادو يعنيك برشا ويعني الوضع العام تاع البلاد. تشوف نحلوا الكادو نشوفوه مع بعضنا ويشوفوه معنا الرأي العام. كما تلاحظ هذا كادو عيد ميلادي. مبروك. وجايبه خايف لا يقع لي براكاج، معناها يصير لي براكاج في الثنية يفكهولي. يعني سيد الوزير توريد اللحوم، توريد العلالش، توريد البيض، توريد البذور، واليوم ولينا نوردوا في الحليب ونجيبوا فيه من برا ولا مفقود. يعني ما عادش ناكلوا مما نزرع، يعني ولا الامن الغذائي حسب الوضع هذا، الامن الغذائي في تونس مهدد. وانت وزير فلاحه والحليب هذا يهمك، الحليب الغالي والثمين والمفقود اللي هو توا ثم ناس تقول ولا اغلى من الحليب في فرنسا، من باكو الحليب في فرنسا. شنو انا نقول انه فعلا فما مشكل في البلاد. وقت اللي في العام اللي انا توقعت باش تبدا على الحليب، فجبت معايا بعض ارقام مره جبت اخرى، ملف حليبي لا يعني بعض الارقام. ايوه، انتاج البلاد في الحليب السنة عمرنا لو وصلنا له. وصلنا 1055 مليون لتر انتاج. السنة اللي قبلها كان 1,017,000. يعني فما تقريبا 48,000 مليون. 48 مليون. في التعليب كذلك الفرق بين ما جمع وعلب 41 مليون بالضبط. واضح. كان السنة الماضية، السنة هذه 652 مليون لتر، السنة الماضية كان 611 مليون لتر. واضح. فبالتالي اللي يزم يعرفوه التوانسة الكل هو أنه الفلاحة قاموا بواجبهم وأنجوا ما يكفي حليب للتوانسة. بل أكثر من ذلك، كان المفروض يصدروا 12 مليون. شنو الخلل اللي صار وخلى الحليب اليوم مفقود وخلينا نستورده فيه من برا؟ الخلل هو للأسف التهريب. 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 وهذا ملف عويس. لأنه السنة الماضية. دونك فما خلل في بلاصة أخرى. السنة الماضية كان عندنا. تحكي على كاميونات متعدية ليبيا و. إذا أنت عارف السبب. أي أي. أنت عارف السبب. عارف. وهذه معضلة حقيقية. وهذه معضلة لازم تتكاتف كل الجهود. مسؤولية الحكومة. الدولة، مسؤولية الحكومة أكيد. ولكن مسؤولية. فما فويت معناها سيد الوزير في الحدود. فما فويت. نحكيه بصراحة. نحكيه بصراحة.